أشاد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحصول مراكز الرعاية الصحية الأولية على شهادة الاعتماد بالمستوى الماسي من هيئة الاعتماد الكندي للمرة الثانية على التوالي، لافتا إلى أن ذلك يعتبر من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد إنجازات مراكز الرعاية الصحية الأولية لتميزها في معايير الخدمات الصحية الأولية. ثمن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية. وأضاف معالي أن هذا الاعتماد الصحي لمراكز الرعاية الصحية الأولية يصل لسلسلة من المراحل التقييمية الشاملة والمتكاملة التي تقوم بها جهة محايدة ومستقلة لتحديد مدى التزام المؤسسات الصحية بمعايير الجودة وسلامة المرضى. نجاحات تلو الأخرى تحققها مملكة البحرين تضاف إلى رصيد إنجازاتها على مستوى العالم، وها هي اليوم تحقق نجاحا جديدا يضاف إلى قائمة تلك الإنجازات في مجال الرعاية الصحية الأولية، فحصدت الاعتماد الماسي لمراكز الرعاية الصحية الأولية للمرة الثانية، علاوة على حصولها على الاعتماد الكندي لأربع دورات على التوالي. طبعا مناسبة جدا عظيمة بالنسبة لنا في الرعاية الصحية الأولية، حصول يعني خدمات الرعاية الصحية على الاعتماد الكندي بهالمستوى العالي الراقي. طبعا الاعتماد الكندي منظمة عالمية معترف فيها، فنحن نحصل على الاعتماد الكندي على الدرجة الماسية دي بهالصورة معناته أن خدماتنا الصحية وصلت إلى مستوى مرموق جدا كان يستحق أن يحصل على الاعتراف بهالصورة دي. تأثير الاعتماد الكندي على الخدمات الصحية أن باستمرار نكون احنا الحافز مالنا أن احنا نتطور في الخدمات الصحية وفي النهاية خدمة للمرضى. الاعتماد الماسي يعد أعلى درجات الاعتماد والذي يسلط الضوء على جودة الخدمات الصحية المقدمة والتي ترتكز على محاور عدة أبرزها سلامة المرضى وسهولة وسلاسة الحصول على مختلف الخدمات ذات فعالية وكفاءة عالية. الاعتماد الماسي من منظمة الاعتماد الكندي هو إنجاز فريق مراكز الرعاية الصحية الأولية. فريق مراكز الرعاية الصحية الأولية هو الرهان الذي أجزم بتحقيق كل الإنجازات المستقبلية بإذن الله والتحديات ووضوع الحلول الإبداعية معه في المستقبل. احنا جدا سعيدين، وما يميز البحرين في هذا الشيء ان الذي يعملون في القطاع الصحي في الرعاية الأولية بحرينيين 100% من أطباء ومن ممرضات ومن جميعهم، ومراكزنا الصحية حقيقة يعني على مستوى العالم أصبحت معروفة البحرين بتفوق مراكزها الصحية في كل شيء، فهذا شيء حقيقة يسعد القلب. ولما نشوف القطاع الرعاية الصحية الأولية كلهم اليوم مجتمعين معانا وفرحانين بهذا الإنجاز، إن شاء الله دوم يكون في إنجازات متواصلة للبحرين. مهنية عالية يتمتع بها موظفو القطاع الصحي بالمراكز، بما يؤكد مدى الحرص والاهتمام الذي توليه حكومة مملكة البحرين للتميز في القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية لكافة المرضى. يأتي هذا الاعتماد الماسي للمرة الثانية على التوالي ليؤكد على قدرة مراكز الرعاية الصحية الأولية على تقديم خدمات صحية متميزة يقوم عليها كادر طبي متمكن يعمل بشكل متواصل ودؤوب ضمن معايير الخدمة الصحية الأولية ليساهم بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال القطاع الصحي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.